في الوقت الذي يستورد العراق من إيران 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشغيل نحو 6000 ميجاوات وبكلفة 1.5 مليار دولار سنوياً، أعلنت وزارة البيئة عن المباشرة بمشروع تدوير النفايات وإنتاج الكهرباء في محافظتي بابل ونينوى على فرضية أن يولد كل 1000 طن قرابة 40 ميجاوات، ما يعني أن 33 ألف طن التي يرميها العراق يومياً من النفايات أكثر من 1300 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أي سيولد هذه النفايات أكثر من هذه الطاقة، وهي تسد أيضا ربع الحاجة من الغاز المستورد من إيران والذي يولد 6000 ميجاوات. التفاصيل أكثر مع ندى المرسومي. آلاف الأطنان من النفايات يوميا ينتجها المستهلك العراقي، هذه النفايات التي أصبحت عاملا رئيسي لتلوث البيئة وظهور أمراض جلدية وأوبئة تستهدف الكبير والصغير، لكنها أيضا تعتبر مصدرا مهما لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث بإمكانها أن تسد حاجة 25% من الغاز الإيراني وتوفير نحو 400 مليون دولار سنويا بحسب اقتصاديين. كل دول العالم اليوم أصبحت تستفاد من النفايات والتخلص منها في توليد طاقة كهربائية، وبالعراق طبعا مهيئة أكثر من 10,000 طن في بغداد فقط من النفايات يوميا، هذه ممكن تحويلها إلى طاقة كهربائية والاستفادة منها بعد التنسيق بين عمارة بغداد ووزارة الكهرباء والمشاريع الاستثمارية يجب أن تكون، لأنه تولد لنا طاقة شبه مجانية وبنفس الوقت تتخلص من النفايات اللي أصبحت مصدر للتلوث والأمراض، والعراق معروف أنه هناك كثير من النفايات لا تستخدم بشكل علمي ودقيق، وتوفر لنا مبالغ كبيرة. يعني نحن الآن نعتمد على الوقود الأحفوري اللي هو النفط والغاز، التفكير اليوم في وجود طاقات بديلة هي الشمس، الرياح، النووية، وربما تدخل النفايات كإحدى مصادر الطاقة وتخفف من عمليات التلوث. مشروع يضرب عصفورين بحجر، منها تخليص العراق من المشاهد البشعة لتراكم النفايات، ومنها توليد ورفع إنتاج الطاقة الكهربائية دون الحاجة إلى الوقود الذي لا يمتلكه العراق متمثلا بالغاز، لكنه حلم وردي يصعب تحقيقه بحسب متابعين للشأن الاقتصادي. هذا المشروع اللي تحدثت به حضرتك هو كان مشروع قديم، لكن بسبب ربما يكون الفساد هو العامل الأبرز الذي يعوق عدم عملية تنفيذ هذا المشاريع. قضية تنفيذ يعني إنتاج الكهرباء في العراق هي أولا بحاجة إلى تخصيص أماكن، وهذا الموضوع فشل في السنوات الماضية لجمع النفايات وعملية تدويرها. هناك صراع بين الوزارات في قضية تخصيص قطع أراضي خاصة البلدية، وزارة البلديات عفوا، مع بقية الوزارات المعنية بمنح استثمارات. لذلك كانت عندما طرح هذا الموضوع من قبل وزارة البيئة في السنوات الماضية، وزارة البلديات رفضت أولا تخصيص قطع أراضي. القضية الأخرى عدم وجود خبراء لإنتاج الطاقة في هذا المجال، ليس لدينا خبراء بل لدينا يعني بعض الأسماء اللي موجودة اللي تشارك في مؤتمرات خارجية لكنها ليست لديها أي خبرة في عملية الإنتاج. لبرنامج بترو دولار من بغداد، ندى المرسومي.